الله بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد، مشوار جديد، وأكيد مواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. ودائما دعواتنا نعم الخير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين، وإن شاء الله بالوحدة والتعاون والتكاتف والتكافل والوعي والتشبث بالأمل نعبر كل هذه الأزمات الصعبة، وعلى رأسها أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية والوطنية والأمنية وأزمة الكهرباء والماء وبقية الأزمات. يوم عندنا مجموعة من المواضيع إن شاء الله نقدر أنا وسفيان نوصلها للجهات المعنية، وبالتالي نتمنى من الجهات المعنية متابعتها أول بأول ليتم حل ولو جزء بسيط من هذه المشاكل. أكيد راح تكون البداية مع سفيان ومجموعة من العناوين. مرحبا سفيان. مرحبا زين، مساء الخير لكل مشاهدي قناة الشرقية وبرنامج أهل المدينة. مجموعة من العناوين حنقول لكم إياها هسه، وبعدها ندخل بتفاصيل الحلقة بعد الفاصل، لكن خلينا نبديها مع العناوين. هذه المرة ما حيكون أول خبر عن كورونا، لا، حيكون عن مربي الدواجن بذيقار اللي ديشكون غياب الدعم لمنتجاتهم، وأيضا ديطالبون الحكومة بحماية منتجاتهم وحمايتهم من البضاعة المستوردة، والمواطنين بنفس الوقت ديطالبون بأنه يحطون رقابة على الأسعار. أيضا عنواننا الثاني، موظفو تربية بغداد يطالبون بإنصافهم، والتربية الأولى والثانية والثالثة الكرخ والرصافة عندهم مجموعة من المطالب، حنشوف مطالبهم شنو نوصلها للجهات المختصة بداخل الحلقة مع تفاصيل أخبارنا لهذا اليوم. وموضوعنا الأخير وعنواننا الأخير حيكون احتجاجات غاضبة ببابل والسبب سوء الخدمات كالعادة. هذه الموضوع لا يقتصر على بابل فقط بل على باقي المحافظات العراقية، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وغياب الكهرباء وانقطاع المياه المتكرر. هذه عناويننا، التفاصيل بعد هذا الفاصل. الله بالخير مرة أخرى. الله بالخير سفيان. الله بالخير أزل. تعرفون دائما أنا وسفيان قبل البرنامج لازم نحكي بمجموعة من المواضيع، بس من قد ما نحكي بهواي مواضيع نظل محتارين ننسى شنو، لا مو ننسى، شنو نختار يا موضوع نحكي به. فسألنا المخرج قلنا يساعدنا، قال يعني أنت أم المواضيع تسألين على المواضيع، ترى واحد ما يصير إنه لازم تساعدونا. فهسه قال تليجرام يعني حلها على أساس إذا عندكم مشاكل دزوا أبدعوا كلهم مشاكل وإحنا ناقصين. على العموم خلينا نبدأ بتليجرام، اللي يحب يتواصل ويانا من خلال هذا الرقم الظاهر أسفل الشاشة، ودائما نقول مقطع فيديو أو صور توضح المشكلة باختصار، ويا ريت العنوان. تعرفون رسائل كثيرة توصل حتى إن على الخاص كأنما إحنا ندل المكان، يعني ما أعرف وين فلان، إحنا نعاني ما طفيها الكهرباء عندنا، زين وين إحنا؟ الغرض منه واحد يحكي، إحنا نعرف إن هناك مشاكل كثيرة بالعراق، لكن حددونا العنوان حتى إحنا نوصلها للجهة المعنية على الهواء، وبالتالي يتم الحل أو البحث بها. هذا مهم جدا، ودائما أقول لكم مقطع فيديو أو صور، ويا ريت مقطع الفيديو إذا تصوروا يكون أفضل واضح، واحكوا بي يعني قولوا إحنا بالمنطقة الفلانية المحافظة الفلانية التاريخ الفلاني، وهذا مهم، مشكلتنا 1 2 3، يا ريت يتم إيصالها للجهات المعنية. نروح إلى كورونا قبلها نحكي هم بعد هناك جدل، يعني إحنا كورونا جاي تحصد يومية أرواح كثيرة من الناس، ولحد الآن هناك جدل لو ما أدري شنو ما أخذ اللقاح، يا أخي لا تأخذ اللقاح بس بنفس الوقت البس الكمامة، يعني أنت لا تأخذ اللقاح لا تلبس الكمامة لا تتبع الإجراءات الوقائية ولا تخلي الناس تلقح، وجاي وأنت تعيط على مواقع التواصل الاجتماعي أو من تروح للمستشفى ما تقبله، يعني لازم أنت، يعني أنت مو نشاز، أنت يعني أنت لازم تكون وحدة من عدنا نطبقها. اوكي، ما انا اخذت اللقاح ولا زلت البس الكمامه، ما تاخذ اللقاح البس كمامتك او حدد طريقك او خروجك بحجه اكو كثير من الحجج، راح نموت ورا سنتين يصير عقمهم ما ادري ايش يصير بجسمنا ما ادري احنا مغناطيس. طيب هي الحالتين كورونا تؤدي الى الوفاه او بها مضاعفات، وانت من راح تاخذ اللقاح راح امشي ويا كلامك انه ممكن تموت. زين اموت انا واذي نفسي بس انا افضل مما انا ما اخذ اللقاح واذي الناس واموت الناس. خلينا نسويها شكل معادله، اجي وياهم انزل الى مستوى تفكيرهم، مو صحيح لو لا؟ يعني اخذ اللقاح واذي روحي انا اموت، زين على اختياري يكون انا اموت افضل مما انا اكون عندي كورونا واعدي الناس واذي الناس. خلاص هاي المعادله، اذا هي بالحالتين احنا نموت، فانا اموت افضل واموت نفسي واقتل نفسي افضل مما انا اموت الناس وياي،
وتحمل خطيتهم لان ممكن الناس تريد تعيش. اذا عندكم اساليب اخرى للوقايه او اساليب اخرى لتجاوز هذه الازمه تنورونا بها، اما اذا عندكم مجرد حكي من قلبكم ما مستند لاي شيء لا تحكوا. وانا اتمنى اليوم الجهات المختصه سواء القضائيه والتنفيذيه في البلد تخصص ارقام خاصه للابلاغ عن هذه الحالات الشاذه. بعض الاطباء اللي دا يدمرون البلد بمؤامرات اللي دا يسووها، دا بس المهم يريد يشتهر شلون ما كان، يحكي حكي فارغ ما بأي معلومة حقيقية، ما مستند على أي دراسة، مجرد حكي ما دا يقدم أي حلول. هذا خلي اكتبوا لنا يا ريت ارقام، يا ريت تعطونا فد شيء حتى نقدر نبلغ عليهم، لان ذولا يدمرون المجتمع. ومع كل الاسف لحد الان مو الاربعاء امنون بهم ويصدقون بهم. صح، مو القضاء الاعلى تدخل يوم الاربعاء وقال شلون نقدر نشتكي؟ يعني مو نشتكي، القضاء موجودين هذول على مواقع التواصل الاجتماعي حاليا وبعض القنوات، حتى القنوات المفروض تحاسب على اي اساس تستضيف مثل هكذا ناس هي تضلل الراي العام وتشجع الناس على 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 قتل نفسهم. طيب اليوم احنا شهدنا انخفاض ويا رب يكون انخفاض يعني حقيقي، يعني اتمنى انه مو الناس رضخت لامر الواقع او نتيجه كثره الاعداد في المستشفيات، او ممكن يرحون يقولوا لهم ماكو مكان فيضطرون يرجعون الى المنازل. اليوم سجلنا انخفاض 7973، احنا على مدى ايام كنا 12000 13000 12000 11000، يعني هذا المستوى. اليوم احنا 7000، يعني الحمد لله انه احنا رجعنا تراجعنا كثيرا. بس انا خوفي للبارحة كنت شفت صوره من مستشفى الفلوجه، سيارات الاسعاف تصطف بشكل عجيب، يعني أكثر من 6 سيارات، يقال إنه هذه المستشفى قد امتلأت بشكل كامل، فهذه سيارات الإسعاف جاي تنقل المرضى اللي محتاجين إلى العزل ومحتاجين إلى العلاج إلى مستشفى الرمادي. فبالتالي ممكن يكون إنه الناس رجعت إلى منازلها وتقول لك أنا أجيب طبيب في بيتي وأجيب الأكسجين في منزلي وما أحتاج أروح للطبيب. خوفي بس من هذا الموضوع، لأنه إحنا الانخفاض غير طبيعي، يعني إحنا ننخفض المفروض يعني بحدود 1000، بس إحنا ننخفض أكثر من 3000 4000، شوية الموضوع يحتاج يعني ما عندنا شك، إحنا نوصل للذروة وننزل نزول قوي ما صايرة يعني علميا ومنطقيا. طيب الوفيات أيضا اليوم سجلنا انخفاض أفضل من الأيام السابقة، 59 وفيات، وهذا أيضا ترى عدد كبير، 59 عائلة حاليا مفجوعة بسبب كورونا، ممكن يكون بيناتهم شباب وناس يعني عزيزة على يعني على على أهلها. طيب أو ممكن يكونوا الناس خطية ملتزمين بشكل كامل لكن اجت لهم العدوى من هنا ومن هناك. الحلو بالموضوع أنه احنا اليوم وأخيرا يعني احنا كنا 1,000,000 ما واصلين، هالمرة وصلنا 1,000,000 و115,000 عدد الملقحين و 456 1,000,000 حلو وكسرناه وعبرنا كل الزين ممتاز. روحوا لقحوا ايش قد ما تقدرون، اللقاح مهم، ومليارات العالم جاي يتلقح وماكو إلا ما ندر هناك يعني واحد إلا هو مثلا مصاب وأخذ اللقاح ممكن يتأذى، لحد يقول المزمنة، المزمنة ضغط وسكر وربو، هو هم أول الناس يرحون يلقحون، ماكو عمر محدد من 18 إلى ما لا نهاية أي واحد يقدر يروح يلقح، لأنه بدأت توصل لي أنه لا أكثر من 65 لا يلقح وبيربو وضغط وسكر ما يلقح لا يلقح. يقدرون يسألون الدكاترة في المستوصف اللي يأخذون من عند اللقاح، أو يسألون طبيب العائلة أو طبيبكم أنتم اللي تروحوا له كل مرة، أو أي واحد من قرايبكم يكون طبيب. بالضبط. المهم يعني باختصار إحنا نقول لكم إنه اللي ما لقح خليه يتشجع، خليه يشجع أهله. شكرا لكل كل الناس، مو بس المشاهير، كل الناس اللي تروح تلقح وينزل منشور ويشجع أهله وأصدقائه وأصحابه على أخذ اللقاح، وإن شاء الله يا رب نخلص من هذه الأزمة الكبيرة اللي صارها 1.5 سنة، حتى بعد ما نبدأ البرنامج بيها نحكي بمواضيع أخرى. ممكن حرامات قاعد يروح وقت على شيء أنا أحسه حرامات أخذ من وقتنا كان المفروض نحكي بيه بمعاناة غيرها يعاني من عدها البلد. السلامة للجميع وتحياتنا للجيش الأبيض المستمر في خدمة المرضى وحتى أهل المرضى اللي يكونون هم مرافقين للمرضى. فعلا. طيب خلينا نبقى ندخل بمواضيع حلقتنا لهذا اليوم، وحنبديها ما لانه انا قلت لكم يعني كورونا صار جزء من البرنامج، حتى مو مواضيع الحلقه، لا صار جزء اساسي. شو اني وازل ورافت، لا كورونا والتحية. موضوع كورونا ويانا ويا التحيه. سو مواضيع اول موضوع حندخل به اليوم هو من ذي قار. شوفوا موضوع الدعم المنتوج المحلي المفروض كاقتصاديا هو موضوع مساله سهله، انت لما تدعم المنتوج المحلي ايقاف المستورد وبطريقه مدروسه، واكو دراسات واكو ملايين البحوث شلون تطبق هذا الموضوع حتى يمشي صح. الا بالعراق احنا عندنا نوقف المستورد يغلى المحلي، يعني موضوع جماعه الدواجن، وبنفس الوقت اذا ما نسد المستورد جماعه الناس اللي هم يربون هذه الدواجن حيتاذون، يعني يوم طبقت البيض ارتفع سعرها، الدجاج ارتفع سعرها، كل الاشياء المرتبطه بالدواجن يرتفع سعرها.
في حين الحكومة اليوم والجهات المختصة في الدولة هي تريد تدعم المنتوج المحلي، وهذا شغلة إيجابية. على العموم في ذي قار اليوم موظفين أو مربي الدواجن كانوا طالعين مظاهرات يطالبون الحكومة بحماية منتوجهم اللي ينتجوه بشكل يومي، الدواجن البيض اللي ينتجوه. ليش؟ لأنه يقول لك المستورد يجي رخيص والناس تشتري رخيص، لأنه تعرفون الوضع الاقتصادي في البلد. بالتالي هم دا يطالبون يا أخوان يا تجون تدعمونا إنه تطونا يعني هاي اللقاحات للدواجن، بعض شو يسموها الأجهزة الخاصة بهذا الموضوع، تساعدونا في إعطانا قطع أراضي، بناء جملونات، وهذا لما ندعم المنتوج المحلي. لكن للأسف هم ما يوصلهم هذا الدعم في ذي قار، ولهذا هم طلعوا على التلفزيون دا يطالبون بإصلاح هذا الحال أو توجيه الاقتصاد لدعمهم وإسنادهم، إضافة لحمايتهم من المنتوج المستورد اللي ما نعرف شلون يجي أرخص بمليون مرة. نفس الوقت قبل ما نشوف التقرير أنا طالب يوم الجهات المعنية بتطبيق هذا النظام بطريقة أصح، بحيث لا يتأثر المواطن اللي هو المستهلك اللي هسه دا يشتري طبقة البيض ب7000 وب6.5 وما أعرف بيش، وده يشتري الدجاج اللي غلى عليه. لا، يبدي المواطن يستفاد، الأسعار تقل، وأبو الدواجن يستفاد، والمنتوج المحلي يستفاد، الاقتصاد الداخلي للبلد كله ينتعش بسبب هذه الحركات، مو تسوي مشاكل بين مربي الدواجن بين المواطنين. خلينا نشوف هذا التقرير عدا برنامج أهل المدينة حول هذا الموضوع، خلينا نشوف شنو مشاكلهم، وإن شاء الله الجهات المعنية تلتفت لهذه الشريحة المهمة في العراق. سد الاكتفاء الذاتي من دجاج بيض المائدة هذا راح يجنبنا أمور كثيرة. أولاً ارتفاع الأسعار راح يؤدي من يصير عندنا مشاريع عاملة كثيرة، راح يؤدي إلى انخفاض الأسعار قياساً بالأسعار في الوقت الحاضر، وكذلك تجنبنا حدوث الإصابات وخصوصاً إصابة إنفلونزا الطيور اللي تأدينا من خارج البلد، وإحنا محاطين بالدول الإقليمية أكثرها مصابة بإنفلونزا الطيور. راح نقدر نطبق ضوابط الأمن الحيوي على المشاريع اللي احنا مطبقينها حاليا، نجنب مشاريعنا الإصابة بهذه الأمراض. يعني ماكو دعم للمربي الآن، علف ماكو، مادة الصويا ماكو، ارتفع من 700 من 500 دولار أو 465 دولار، الآن ب 540 550 دولار الطن العلف، وما موجود. احنا الان عندي مشروع جاي انطي بس ماده الذره او الحنطه بدون ماده الصويا، والدجاج ما يصير اذا مو ماده الصويا، يعني الباخره تاخرت، تعرف تجار وتلعب بيها، فماكو دعم. ان الافراخ بالنسبه للكتاكيت من ال 500 دينار صارت ب 1000 دينار، لذلك الاسعار تشوفها بالاسواق مرتفعه، من ال 2000 صار الدجاج ب 3.5 3600، لأن دعم ماكو، مادة الصويا ماكو، أفراخ ماكو. فلو كان أكو دعم كان تلقى الدجاج بالسوق اليوم ب2000 دينار. يمكن هذا التقرير يوضح للمواطنين، انا سامع هذه الحكايه هواي من المواطنين بانه يا اخوان انتم تسدون علينا المستورد، اوكي احنا ندعم المنتوج المحلي، بنفس الوقت يزيد اسعاره، وبالتالي العوائل العراقيه اللي تتضرر لان تدفع مبلغ اكبر حتى تاخذ بضاعه موجوده بالبلد. هذا اللي نقوله، ليش ما ندعم احنا المزارع؟ ليش ما ندعم مربي الدواجن؟ ليش ما احنا نعطي الماكينه اللي يحتاجها، نعطي العلف اللي يحتاجه، نعطي الدول اللي يحتاجها؟ اللقاح بالضبط، اللقاحات، تذكر فلاونزا الطيور كم مشكله صارت من احنا كم مره احنا يجينا فلاونزا الطيور في محافظه الديوانيه، صلاح الدين، البصره صار بيها، وقالوا يعني باعتراف حتى الوزاره تقول اكو لقاحات ممكن ناخذها نحصلها، لكن ما حد يجيب لنا اياها. يعني قال لانه العدوى منتشره بشكل كبير. المشكله تنين ازل وين؟ حتى بالمربين دواجن انا افتهم مرات من يغلون الاسعار، لانه انت تتخيلين هو مزارع او هذا مستثمر او ايا يكن، هو عنده
حط فلوسه بهذا المشروع. هذا المشروع اذا ماتوا الدواجن فلونز الطيور، ما فلونز الطيور ما حد حيعوضه، اي امراض ثانيه طبعا ما حد حيعوضه، ما له علاقه، ما حد ينطي علف طبعا، ما حد يقول له ايش تريد، ما حد يدخله دورات او ينطي اساليب حديثه لتربيه الدواجن طبعا. بالتالي يقول لك هي مجازفه، يعني اي شيء في العراق، اي استثمار كان في العراق هو يكون مجازف، فهو يرفع الاسعار حتى يعوض مسبقا خاف يصير شيء بالدواجن مالته، في حين انه احنا في حين أنه كل العالم تدعم المنتوج المحلي بشكل كبير، نعم الله وشكرا، في ظل كل هذا خلينا نقول التطور اللي صاير، إحنا بعد عندنا فلاحين، وبعد عندنا مزارعين، وبعد عندنا ناس تربي دواجن. على العموم خلينا نروح إلى موضوع آخر. وصلتنا إحنا مناشدة من موظفي تربية الرصافة 1-2-3 الأولى والثانية والثالثة، والكرخ أيضا الأولى والثانية والثالثة، اللي فصلوهم عن وزارة التربية، يعني ما ينتمون إلها، وصاروا ينتمون إلى محافظة بغداد. فهسه حاليا ناشدوا وقالوا إحنا المشكلة، هذا هو الكتاب الرسمي، يقول لك إحنا نطالب ونناشد أنه يرجع انتمانا إلى وزارة التربية، حتى نحصل على الترفيعات، لأنه نحرموا من الترفيعات طبعا. يعني وزارة التربية تنطي خلينا نقول قرارات معينة تخص الوزارة أو تخص ملاكاتها، طبعا جماعة تربية الرصافة الأولى والثانية والثالثة والكرخ أيضا الأولى والثانية والثالثة ما مشمولين، لأن دول مشمولين على محافظة بغداد، يستلمون رواتبهم من محافظة بغداد، محافظة بغداد هي اللي تكون مسؤولة عنهم بالترفيعات أو حتى الهويات، في حين هي محافظة بغداد ما تقدر تمنح هذه الأمور، مفروض الوزارة. الغريب يعني هو القرار غريب، هذول كلهم تابعين أكو وزارة، يعني الوزارة ملف الأبنية المدرسية انطته هدية للمحافظات وفشلوا، فشل فساد الفساد صارت. زين هسه انه انطيتوا انتم الموظفين، لعش بقى وزارة التربية تطبع لنا بس الأسئلة، والأسئلة هم على كم سنة، لو ما تقطعون الإنترنت هم كانت سربت، وسربت هي سنة من السنوات، وتصحيح يصير به مشاكل. يعني وزارة التربية ما تقول له، يعني إذا هاي شغلها انه هي توزع الرواتب، هي تنطي الترفيعات، هي تنطي الهويات، هي كل صغيرة وكبيرة بالنسبة للموظفيها، فمال أنا إنه أشيل أتنصر عن مسؤوليتي، وأنا ما أعرف القرارات شلون تجي، يعني هل بدراسة، هل بمنطق بالموضوع؟ إحنا حتى نعرف التفاصيل أكثر، يعني عندنا اتصال مع أحد المعنيين بالقضية، وأتمنى إنه ينطوني اسمه على الهواء، أحد الأخوة، فحتى الأخ عمار. أخ عمار أهلا، زين عمار الحمامي هو أحد المتضررين من هذا القرار، أهلا بك سيد عمار. اهلا بك حياك الله وحياة الشرقيه ان شاء الله. حياك الله. انت هسه حاليا طيب، انت بالنيابه عن كل الموظفين في بغداد، اللي بس يعني اقنعنا بالموضوع حقيقه، لانه قعدنا نحكي بيه قبل البرنامج، انه ليش سووا هذا القرار؟ هل هناك حجه واضحه مقنعه لابعادكم من وزاره التربيه وتحويلكم على محافظه بغداد؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لموضوع ربط مديريات التربية وكذلك الصحة، لأن القرار كان خاص بمديريات التربية والصحة وربطها بمجالس المحافظات وإنهاء صلاحيات وزارة التربية والصحة بالنسبة لدوائر الصحة والتربية، هذا الموضوع يعني نقل هذه الصلاحيات كان يعني السبب والهدف الأساسي هو هدف سياسي بحت، وليس من أجل النهوض بواقع التعليم أو واقع الصحي. الكل يعلم، يعني تقدرين تراجعين منذ تاريخ ربط مديريات التربية بالمحافظات، وإلى وقتنا هذا منذ أكثر من 5 سنوات لم تستطيع المحافظات أن تقدم، ولم يستطيع المحافظين أن يقدموا شيئا للواقع التعليمي. البنى التعليمية متهالكة، الوضع التعليمي في انخفاض، حقوق الكوادر التدريسية، موظفي مديريات التربية في ضياع، سواء كان ترفيعات والعلاوات، مستحقات المال، ترفيعات العلاوات أو تأخر الرواتب. طبعا كل هذه الأمور أمور سلبية، زادت هذه الأمور السلبية منذ ارتباطنا كمديريات تربية بالمحافظات. هنالك كذلك، يعني إذا أردنا أن نتكلم بالقانون، هناك قرارات صادرة من السلطة القضائية، المحكمة الإدارية العليا، لدينا هذه القرارات، لدينا بالتاريخ والعدد بالنص، وكذلك هناك قرارات صادرة من أمانة عامة مجلس الوزراء في سنة 2021، كذلك هناك قرارات صادرة من السلطة التشريعية مجلس النواب بخصوص إرجاع الصلاحيات الخاصة بمديريات التربية والصحة كذلك، وربطها بوزارة الصحة والتربية وفك ارتباطها من المحافظة. طيب وليش ما لحد الآن إذا صدر القرار؟
لحد اللي ما ادري منفذ القرار اي يعني ايه طبعا ليش ما طبق هذا القرار ليش يعني اذا هو رجعته المفروض رجعته حاليا هو مو قرار واحد يعني قلت هو قرار صادع يعني العجيب الامر لو كان قرار واحد مثلا والدوله او الجهات المختصه المحافظه لم تطبق هذا القرار العجيب الامر ان الموضوع يخص قرارات صادرة من السلطة القضائية في الدولة المتمثلة بالمحكمة الإدارية يعني اليوم المحافظة اللي مدى تطبق هذا القرار لو الوزارة مدى تطبق حسب علمك يعني المحافظة لو الوزارة الوزارة أرسلت كتاب وزارة التربية إلى المحافظة بخصوص فك الارتباط وإرجاع الصلاحيات المرتبطة بمديريات التربية إذن المحافظة ترفض أنه فككم من سلطتها المحافظة هي من ترفض بناء على ضغوطات من كتل واحزاب سياسية شنو الاستفادة من شنو الاستفادة من بقائكم هل يعني فساد الموضوع طبعا الأمر متعلق بمبالغ مالية ومخصصات مالية هائلة سواء كانت مخصصة لبناء البنى التعليمية الأساسية البنى التحتية أو المخصصات المالية الخاصة بالموظفين علاوات وترفيعات الموظفين التي تم الاستيلاء عليها وسرقتها لسنوات عديدة إيه نانا الحكي يعني هسعوفنا من ملف هسعوفنا من ملف الأبنية المدرسية خلنا نعوف على صفحة إحنا هذا فساد واضح حتى اللي يعني هسه الطفل الصغير يعرف إن الموضوع بفساد أنتم عندكم هسه ترفيعات يعني جماعتكم في بقية المحافظات ترفعوا فبالتالي حصلوا مبالغ أكثر أنتم المبالغ اللي هاي اللي المفروض أخذتوها هي في جيوب الفاسدين مو صحيح؟ في جيوب والكتل والأحزاب السياسية المستفيدة من بقاء المجالس المحافظات حتى كدليل لجنة التربية النيابية بتاريخ 16 يوليو 2019 أكدت خلال بيان لها بأن هناك جهات سياسية مستفيدة تقف ضد فك ارتباط مديريات التربية بالمحافظات زين صار لكم سنتين على هذا الوضع؟ صار أكثر من 3 سنوات منذ صدور قرار المحكمة الإدارية العليا 2019 ثم صدور قرار من النائب الأول للمجلس النواب الأستاذ حسن الكعبي ثم صدور 3 قرارات متتالية من الأمانة العامة من الوزراء الأول في سنة 2021 شهر الواحد ثم في شهر الثالث ثم في شهر السابع 31/7 بخصوص إرجاع الصلاحيات المرتبطة بمديرية التربية إلى المحافظات وإلى الآن لم تنفذ جميع هذه القرارات يعني تخيلي أخذوا القرار برئاسة الوزراء يعني وانتم بعدكم هسه لحد الان لا هويات ولا الترفيعات ولا انتم راجعين وزاره التربيه ولا انتم باقين على محافظه وضايعين هسه انتم تقريبا هناك حاله انا احكي انا كقانوني هناك حاله من تنازع الاختصاص بين المحافظه وبين وزاره التربيه في العديد من الامور هذا التنازع سبب الكثير من المشاكل وسبب الكثير من الضياع الحقوق سواء كان للموظفين أو كان للكوادر التدريسية طبعا البعض يقول هل ممكن للمحافظة أن تفك ارتباطها نحن خارجين يعني خرجنا الجميع يعني بتظاهرة الأسبوع السابق 4/8 يوم الأربعاء ضد أمام محافظة بغداد بخصوص المطالب بعضهم من ضمنها فك الارتباط البعض قال هل أن المحافظة يستطيع أو المحافظة تستطيع فك ارتباطها بالمديريات التربية تفك ارتباطها وارجع على الوزارة نعم هي المحافظة هي المعنية بتطبيق هذه القرارات طبعاً. الدليل أنا أعطيك كدليل قانوني باعتبار احنا قانونيين نحن أصحاب دليل الدليل هناك يعني الأمر إداري صادر من محافظ ميسان بتاريخ 20/2/2020 من محافظ ميسان علي دواي لازم أمر إداري رقم 14 بتاريخ 20/2/2020 العدد 99 هذا الكتاب ينص على إرجاع الصلاحيات المرتبطة بمديريات الصحة والتربية إلى وزارة التربية ووزارة الصحة بناء على الكتب الصادرة من أمانة عامة الوزراء ومجلس النواب وبناء على قرار المحكمة الإدارية العليا لذلك لماذا لا يقوم محافظ بغداد بإصدار أمر إداري مماثل بفك ارتباط مديريات التربية وإرجاع للوزارة عمار هسه احنا قاعد نحكي قانونيا إذا أنت تقول رئاسة وزراء وتقول مجلس نواب وتقول وزارة التربية هذول الثلاثة كتب رسمية وموقعين الكتب رسمية محافظة بغداد هي اللي واقفة بوجه هذول الثلاثة اللي هم أعلى منها بالسلطة إذا على العلم نشتكي البايدن هسه احنا بس ما يهمني هي ليست المحافظة يعني كمحافظة إنما الكتل والأحزاب السياسية التي تقف تمام وهي نفسها الأحزاب على المحافظة وهي نفسها الأحزاب والكتل السياسية أيضا موجودة برأس الوزراء مجلس النواب ووزارة التربية هم كلها هم أيضا أحزاب يعني التناحر هسه صاير بيناتهم أحزاب بأحزاب
المسألة مسألة سياسية بحتة، لا يوجد يعني سبب قانوني أو أي سبب آخر يمنع بإرجاع مديريات التربية، ربط مديريات التربية ووزارة التربية. أي. السبب فقط سبب سياسي واستفادة ومنافع. أنت المن تناشد اليوم؟ أنت في برنامج أهل المدينة وعلى قناة الشرقية، المن تناشد؟ مناشدتك لمن؟ من صدق يعني مناشدتي الى السيد رئيس مجلس الوزراء الاستاذ مصطفى الكاظمي، الى السيد رئيس مجلس النواب الاستاذ محمد الحلبوسي، الى السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى الاستاذ فاخ زيدان. هناك كتب صدرت وقرارات صدرت منكم من رئاسة مجلس القضاء الاعلى ومجلس النواب والامانه عامه الوزراء بخصوص فك ارتباط مديريات التربيه بالمحافظات. لماذا لم تطبق هذه القرارات الى حد الان؟ لماذا لم يطبق القانون؟ هل حتى الصحه حتى نختم وياك سيد عمار، سيد عمار حتى الصحه سيد عمار، انا يعني اثمن هذا الموقف مالتك لانه حقكم، الصحه مثلكم نفس المشكله، حتى الناشد سوا، حتى الصحه لو الصحه رجعوا. نعم الامر نفس الامر بالنسبه للمديريات، بالنسبه لدوائر الصحه كذلك الى الان مرتبطه بالمحافظه، لان القرار القرارات الصادره من الامانه عامه الوزراء ومن السلطه القضائيه ومن السلطه التنفيذيه هي خاصه بمديريات التربيه وخاصه بدوائر الصحه، لكون هذه دوائر الصحه ودوائر التربيه ربطت بالمحافظه في الاعوام الاخيره، لذلك الامر يخص كلا الجهتين، مديريات التربيه ودوائر الصحه، نفس المعاناه، نفس الظلم، نفس ضياع الحقوق، نفس الفساد. طيب انا مديريات الصحه وصلت الى وضع مزري وجميع يعلم بوضع الصحي، وكذلك بالنسبه للوضع التعليمي. نعم اذا كانوا ما يدرون هسه احنا وصلنا لهم الصوت والصوره. نشكرك السيد عمار الحمامي، وانت احد المتضررين من هذا القانون، القرار ما اعرف شو اسميه، يعني هذا التخبط ارد اسميه، ما اسميه يعني ناس هنا تروحون تجيبونه نبتردون ترجعوهم ما تقبلون والله الله يكون بعونهم، يعني هو دائما يقول هذا مرتاح والموظف ما اي والله الله يكون بعون الجميع. لكن هالمره حننتقل لباب الشرجي، عندهم محاوله، تخيلوا انتم بس تخيلوا يا عزيز المشاهد وعزيز المسؤول، احنا وين جدا نحكي بشنو؟ محاوله صار لها كم اسبوع؟ اكثر من اسبوع عطلانه دائرة مال الكهرباء ما تروح تصلحها. يعني احنا المحولة لما تعطل الناشد عبر وسائل الإعلام والناشد الجهات العليا في هذا البلد حتى يصلحون محولة مال الكهرباء على عمود العالم كله، هاي الظواهر اللي قايل المحولة المعلقة بالسماء هاي اللغت صارت كلها أرضية وقاموا يلقون طرق جديدة، احنا لا، احنا ذا الناشد ببرنامجنا يا باب الشرجي يا بلد يا دائرة كهرباء مسؤولين على باب الشرجي، روحوا أقعدهم والدة خطية محولة محترقة صار لهم أكثر من أسبوع بدون كهرباء وطنية اللي هي أصلاً غايبة بالأساس. هذه طبعاً قبل فترة وزارة الكهرباء مشكورة طلعت قرار جيد إيجابي صراحة في معاقبة جميع المنتسبين اللي يأخذون فلوس من المواطنين مقابل إصلاح هذه المحولات. أنا أدعوكم هذه المرة بأنه اليوم يا أخوان رجاء خلينا نكون جادين بموضوع مركز الشكاوي، خلينا نكون فعلا جادين بهذا الموضوع ونوفر أرقام ونسويها بالقنوات الرسمية ونطلع بالجرايد ونحط علامات بالشوارع حتى نقول يابا هذه الأرقام تابعة لوزارة الكهرباء ودوائر الكهرباء في، لا خلينا نسويها لا مركزية، كل دائرة كهرباء يعني تسوي فد رقم تخابرهم، مثلا بغداد عندهم رقم واحد، النجف عندهم رقم، ديالة عندهم رقم، وهكذا الناس يخابرون يابا احنا محل كذا زقاق كذا هذا المحاولاتنا عطلانة تعال بدلوا لنا اياها. المفروض الوزارة تكون عندها تشكيل معين او هذه دائرة الكهرباء تشكيل معين لانقاذ المواطنين من هذه الازمات، وتروح هذه الفرقة تصلح المحاوله. يعني سمعت انه عندكم هواي محاولات، فبالتالي يعني احنا ما معقوله محاوله تحترق اسبوع، المواطنين انا متاكد فد مليون مره هم خابره وراحوا توسلوا باحد يجي وياهم، فقدوا الامل بالاخير. اخير شيء دزونا هذا الصوره وهذه المناشده عبر برنامج اهل المدينه وعبر برنامج ملايين المتابعين بكل العراق يشوفوه، عمود نقول يا اخوان مالتهم محاوله احترقت روح صلحوا لنا اياها. يعني احنا اذا فعلا ازل جادين في حل مشاكلنا لازم نبدي بهذه الاشياء البسيطه. يعني ما معقوله احنا لحد الان لما تحترق المولده او المحوله ماكو اكو فد اليه سلسه بين المواطن وبين الجهات الخدميه لحل هذه المشكله. ما معقوله المواطن يقعد يظل يعوف حياته ويعوف احلامه ويعوف اشغاله ويقعد يدور بين القنوات وبين المسؤولين ليتوسل بهم حتى يجون يحطوا له محوله. هذا الوضع ما معقوله.
يعني أنا دا أفتهم إنه إحنا عندنا مشاكل هواية بهذا البلد، وأزل بالبرنامج بالبداية تقول دائما مشاكلنا اقتصادية وأزمة كورونا وعندنا أزمات كثيرة، لكن إحنا مو معقول نعيش حياتنا بهذه المشاكل البسيطة. يعني دوائر الكهرباء اشتغلوا يا أخوان، خلي نكون عندنا فد خط ساخن للإجابة عن هذه الشكاوي، خلي نكون تحركنا أكو شوية أسرع. صح أكو، بس أنت نسيت شغلة مهمة ذكريني يعني واحدة من الأشياء يقول لهم جمعوا فلوس ونجي نسويها لكم. وأنا قلتها وزارة تدريني وزارة الكهرباء على هذا القرار، أنا سمعتها ما أدري بس الحين إذا صحح إذا كنت خطأان بهذا الموضوع، قالت بأنه اليوم حتعاقب أي منتسب يأخذ فلوس أو يطلب فلوس من المواطنين. هم كلهم يتقاسموها من يرجع الموظف ومجبور لأنه يتقاسموها مع المدراء. هو شنو إحنا إيش كذب على نفسنا؟ يا كلهم أنا فقير ما صدقت. إحنا مو عندنا حيتان، إحنا عندنا حيتان وأصغر من الحيتان. إحنا كدوائر هي تشتغل على هذا إنه المدير يقول له أنت يعني أنتوا اشتغلوا كناس تجمع فلوس ونتقاسمها بعدين. هاي اغلب الدوائر، وهذا واقع حال، واقع حال موجود بالعراق. طيب خلينا نروح لها شويه نكسرها بانه شيء شويه ايجابي. ها يا الله. استجابه بيها. اهل المسيب قبل فتره اشتكوا من وجود انقاض كبيره على ضفاف الفرات القريبه من مدينتهم. الموارد المائيه لبت النداء واجت نظفت المكان. هاي نشوف احنا مجموعه من الصور استجابه لما تم عرضه. الحمد لله أنه كان هناك حملة كبرى للموارد المائية. وهاي قضية مشتركة ما بين دوائر حكومية وما بين أيضا ناس المواطنين. منين جت النفايات والأنقاض؟ الأنقاض خاصة يعني مو نفاياتهم. الناس هسه حاليا عبارة عن إحنا جاي نقتل البيئة بيدنا، مو بس بالعراق بس الدول العالم حاطة قوانين. إحنا يعني بالعراق للأسف خلصنا بنيان دبينا، خلصنا ذبيحة دبيناها بالنهار، ذبيناها بالمجاري وتروح للنهر، والدوائر الحكومية أيضا غالبيتها هي أيضا ذف في الأنهر. فيعني الموارد المائية حتى لو تشتغل إحنا نرجع نوسخ من جديد، نشوف إحنا ما وصلنا. ونشكر الموارد المائية إنه في ظل هاي الضوضاء لكن استطاعت إنه تستجيب لمناشدتنا. من خلال برنامج أهل المدينة وعدة اتصالات من أهل المنطقة، حضر رئيس اللجنة العليا دكتور وائل واللجنة والأعضاء التابعين إليه، وعد الحمد لله والشكر الاتصالات حصلوا على الآليات وبدأوا إن شاء الله بالنظافة. هذا اللي تشوفه أمامك وصراحة يعني شيء يعني والله العظيم، يعني المواطن هسه فرحان على أبسط مقوماته. يعني هي إذا ينظفون شط هو تابع للدولة فرحان ومكيف على شنو هي هاي؟ قبل 4 أشهر تقريبا رفعوا هاي الموجودة هنا المختربات الموجودة على ضفاف النهر، وهسه بعد مرور 4 أشهر اجوا الناس يعني رادوا يرفعون الأنقاض الموجودة. بس يا ريت انه تكمل يعني هذه الأعمال ورفع هاي الأنقاض الموجودة هنا وتعطينا صورة جميلة لنهر الفرات اللي هو أجمل نهر مار عندنا بالعراق. والله إن شاء الله نترجى خير بتعديل هذا المكان، لأن تعرف هذا ضفاف نهر الفرات فصرح مهم يعني مثل القضاء المسيب. الناس تصيف فيه، الناس تصبح فيه بعد ما فلشوا الري والسحلة ظلت الأنقاض، وهسه حاليا الجماعة دي يرفعوهن وإحنا إن شاء الله وياهم نعود المنطقة، وإن شاء الله يرجع شط المسيب مثل قبل. العلم تجي يعني تتفاوح على المنظر الخلاب، وبنفس الوقت نناشد المواطنين هذول اللي يذبون أوساخ وزبالة وأنقاض، نقول لهم يعني حرام وعيب عليكم عمي، يعني ما يصير هذا الموضوع تجيب الزبالة مالتك وتجيب الأنقاض مالتك تشمرها على الشط. فكر بالناس الباقين، فكر بمنظر مدينتك، تنظفوا فإن النظافة من الإيمان. حق الناس اول مره شكرا مره اخرى، يعني لانه تعرف انت في ظل هاي كلها اللي سوى واجبه احنا نقول له شكرا. اي والله فعلا اي لان هذا يشي. صار النشاز هو مو الطبيعي هو انه احنا ما نشكر، لكن هسه حاليا احنا يعني مضطرين انه نشكر. فشكر للموارد المائيه ونتمنى التعاون من الجميع من قبل الاهالي، انه هذا نهرنا ترى ومهدد بالانقراض والجفاف والضياع، ونصير انه كان عندنا دجله والفرات، فحتى نحافظ عليهم نحافظ على نظافتهم قدر الامكان وما نحاول انه نذبيهن. وهذا الحكي للمواطنين ايضا وللدوائر المعنيه اللي جاء ايضا تذب نفاياتها ومجاريها وكل امورها الزايده في
الانهر خاصه فرات ودجله. عندي مطالبه استحي اقولها بس يعني يا ريت تحطون رقم همينا ساخن حتى الناس يخابرون في حال شافوا يعني هيك حالات يبلغون عليه بشكل مباشر. والرقم ما يشتغل. لا ايش اقول لك استحي اطلب هذا الموضوع بس يعني قلنا نطلبه ونشوف بعد. ايضا ننتقل لموضوع اخر وهذه المره في بابل. سكنت مجمع حطين قطعوا الطريق وسدوا كالعاده يعني احنا صار المواطن صراحه من يشتكي او يشتكي يروح للجهات المعنيه القانونيه فيها الشكوى يروح للدائره اللي معنيه بهذا الموضوع ما حد يستجيب له فايش قرر المواطن يقول اكاني هذا قرار هذا الحل الوحيد امامي اقطع الطرق حتى اجذب الانتباه واحد يلقي لي حل لانه اهالي مجمع حطين في بابل يقولك احنا ما عندنا كهرباء ما عندنا مي درجه الحراره عاليه يعني شلون نعيش فنقول لا نطلع مظاهرات حتى نلفت النظر ويا ريت الجهات المعنية حتلتفت لمطالب هؤلاء والعمل على إسراع في بعض المشاريع لإيصال الكهرباء والماء لهؤلاء. خلينا نشوف المقطع الفيديو وبعدها نرجع ونعلق عليه. خرج أهالي مجمع حطين السكني بقطع الشوارع المؤدية إلى مجمع حطين السكني والطريق الواصل بين بغداد وكربلاء للمطالبة بحقوقهم بتوفير الطاقة الكهربائية الواصلة إلى دورهم حلماً أنهم من البناء العمودي حيث هناك كهرباء ضعيفة جدا وهناك كهرباء شبه معدومة في المجمع راجين من الجهات المسؤولة النظر بالبناء العمودي خصوصا وأنهم ليس لديهم أي مكان ينامون فيه سواء دورهم السكنية. احنا أبسط ما أبسط شيء نريده اللي هو البناء العمودي ما تنطفى عليه الكهرباء وهاي العالم والعوائل كتلها الحر وهذا الحر ما ينجمع خوش واحنا ابسط شيء نريده نريد بس الكهرباء وليش خالين المجمع الدبدبه احنا بناء عمودي عمو ما تنقحهم حاره الدنيا يشهد الله ورسوله فاحنا ابسط الحقوق اللي نريدها نريد ترجع الكهرباء خلال هاي الساعات المتظاهرين بها احنا كسر مشروع شطر كهرباء مجمع حطين مدوا الاسلاك مالتي راح يصير لها سنه كامله الاسلاك مشموره بالشارع هاي الأسلاك إذا ربطت على الشطر المجمع حطين يصير عنده مغذيين يعني تنحل كل مشاكل اللي هي يومية عندهم أعطال وتستمر من الليل حد الصبح أنا أحد كادر الصيانة اللي أطلع بكهرباء مجمع حطين وأعرف المعاناة كلها إذن يعني هاي اللي إحنا أني أتمنى هذه الظاهرة يعني شو وقت ما أدري شو وقت نخلص من عندها بأنه مو معقول إحنا نطلع على أبسط الأشياء تظاهرات وبالتهال يعني اليوم بس بحلقتنا عندنا مظاهرتين هذا طبيعي تعودنا صار الوضع طبيعي هذا كل ما كان عندنا اليوم في أهل المدينة نتمنى دائما نتفق على الخير والمحبة والسلام وعلى وطن سالم ومعافى ومنتصر في أمان الله تحياتي وتحيات الكادر إلى اللقاء.